دين من ولا اخواني واخواتي ابنائي وبناتي السلام عليكم. انا مسرور جدا اعرفكم في هذه المبادره المفيده ان شاء الله، وسمعنا من كل الاحبار ما قالوا. نحن هسه عندنا مهمه يعني يجب ان تكون واضحه لنا. واحد، السودان دلوقتي تحت اراده اجنبيه، دي ما فيها شك. في 30 ألف جندي اجنبي، وفي قرارات مجلس امن على السودان، السودان تحت وصايه اجنبيه. اي انسان يفكر غير كده يعني مخطئ، السودان تحت وصايه اجنبيه. ثانيا، السودان تحت احتلال داخلي. اراده السودانيين محوره في حكم قائم، وهذا الحكم سيطر على اراده السودانيين، السودانيين ما احرموا. ففي وصايه اجنبيه، في احتلال داخلي. ثالثا، في تمزق، الوطن ممزق، اي انسان يقول كلام غير كده، السودان ممزق دلوقتي، مش بس الجنوب. السودان اليوم ممزق، في جبهات قتال كلها ماشيه باتجاه تمزيق السودان. والقدرات الموجوده حاليا عند النظام ده ما عندها استطاعه تحل المشكله. لا تحلها بالتي هي احسن ولا بالتي هي اخشى. لا دي لا دي يقدر يحلها. التي هي اخشى الوضع بتاعت الروح المعنويه في الوطن، ما تقدر يعني كل التجارب الحاصله في المواجهه ما بينهم وبين القوات المتمردة تدل على أنهم ما لديهم ما عندهم قبيلة، ما عندهم اقتناع عرب معنوية، المهم ما لديهم ولا قادرين يحلوها ولا يقدروا يحلوها بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أخشى. بقت يعني دي المهمة الثالثة. المهمة الرابعة، في الوقت فتنة كبيرة جدا، ناس دايرين يبعدوا الدين من السياسه، وناس دايرين يبعدوا السياسه من الدين، دايرين يعني يمشوا في خط دلوقتي في خطين متناقضين. نحن بنتكلم على انه في ضروره للتوفيق بين الاصل والعصر. لكن في ناس يعني خلاص رافعين رايه انه يدخلوا الدين، وفي ناس دايرين يعملوا تطبيق للدين بطريقه مغلقه تكفيريه للاخرين الى اخر هذه المعاني. بعدين في موضوع الفقر، قضيه الفقر والتنميه، انه البلد حقيقه دلوقتي الناس ما قادره تعيش. ما قادره تعيش. الفقر نسبته زادت، حاله الناس المعيشيه الان يعني وصل لدرجه فعلا دلوقتي بقى في نهب في الشارع. في ناس يعني ايش حد يسافر، لكن في ناس دلوقتي بدهم ينهوا. وممكن يتصل لدرجه الناس يسطوا على بعض يعني تبقى عصابات وسرقه كثير. القضايا الخمسه دي، الاحتلال الخارجي والاحتلال الداخلي والموضوع بتاع التوفيق بين العصر والاصل، والموضوع الخاص بالفقر حالة الفقر اللي فيها الناس، القضايا الخمسة دي قضايا يعني نحن شئنا أم أبينا لازم نتصدرها، ما في أي طريقة تانية. نتصدرها كيف؟ ونصل للنتائج كيف؟ ده السؤال اللي يعني معلق على أعناقنا، لكن ده دي المهمة بتاعتنا دلوقتي، أننا كيف يعني نحدد للبلد دي القضايا الخمسه دي. انا في رايي نحن اكثر حاجه بدنا نحافظ عليها مفروض كان النظام ده مما جاء لغايه الوقت يكون احنا انتهينا. كل التخطيطات بتاعته انه الناس يقتلوهم ويدمروهم، والمساله دي مش مساله اعتقاديه، نحن لا نقدر ان حصل لنا فيها تلف شديد. إفقار الناس ماديا، القبائل يعني تدخلوا فيها احترقوها،
يحاولوا يستميلوا الى داتا واللي بيعصيهم يبعدوه ويجيبوا غيره، يعني يختلقوا المدارس الطرق الصوفيه يخلقوها مشايخ الطرق الصوفيه يدوا لهم رشاوي اجتماعيه وغيره وغيره. عموما نحن لازم ندرك انه نقدر في السنوات اللي مضوها في السلطه عملوا تلف شديد جدا في النسيج الاجتماعي في السودان، وده احنا نقدر نقول مع ده كله قدرنا نحافظ على الرايه المرفوعه والكيان القائم يقدر يكون هسه الكلام ده ويتوجه برسائل دي. ده مؤكد كان المفروض لغايه يوم من هذا يكون انتهينا، ما فينا يعني يقدر يكون كلام زي ده. هسه نحن دلوقتي نقدر نقول دي رسالتنا، دي رسالتنا ذات الابعاد الخمسه، وانا بعتقد انه يعني ما زال دلوقتي الروح المعنويه موجوده، الايمان بالزائد والعقائد الاهداف دي موجوده، وما دام يعني ما طاع حقهم قام عنهم مضايق. ده اللي بيخلينا نقدر نقول انه نحن مكلفين. ليه مكلفين؟ اول شيء نفس التاريخ، كثير جدا من اخواننا الاخرين معانا في الوطن بيقولوا لي، يعني انا الاخ محمد يوسف محمد الله يرحمه هو من قاده المؤسسين لحركه الاخوان في السودان، كان بيقول لي يا فلان نحن والله نشعر بخزي شديد، لانه وقت قامت حركه رفعت رايه توحيد السودان وتحرير وقامت الشريعه فيه اهلنا كانوا واقفين مع الحدود، اهلنا كانوا واقفين مع الحدود، ودي حقيقه. الناس دي الاستقلال الاول كان في الغالب واقفين هم مع الحدود. صحيح نحن ما بنقول ده بيخليهم ما عندهم حق في الوطن، لكن كثير منهم يعني ما شاعرين ب أهمية المعاني دي، ولذلك نحن يعني التضحيات اللي حصلت اللي حققت ما حققت هي اللي بتحرشنا اننا ما ممكن دلوقتي نتخلى عن هذه القضايا. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة استقلال السودان الثانية حصل أخيرا ده ما في شك ابدا، الناس كلهم قاعدين وعارفين انه نحن في القوى الثانيه دي كانوا لابسين طرابيشو وقاعدين في الفنادق المصريه وجايين يسلموا السودان لفاو، ما في شك في ذلك يعني لغايه اخر لحظه. هو شنو خلاهم غيروا؟ مش بس هي شخصيه الرئيس حسن، لا في عوامل موضوعيه اللي هي عوامل محدده جدا. اولا العسكري ادرك انه ما في امكانيه انه يمشوا نحو الاتحاد ما دام اهل السودان عايزين الاستقلال. شاف ده بعينه. يعني ما في طريق، هو شاف ده بعينه سنه بعينه. وده مش بس يعني في طواف في طواف، حتى هنا وفي المسافة وشاف انه في تصميم قوي جدا. الناحية الثانية النظام الحاكم في مصر كان نظام ديكتاتوري، وككل الديكتاتوريين عندهم بيدوا تعليمات، وهم كانوا افتكروا انهم بيدوا ناس اسهل التعليمات، ناس اسهل يعتبروا نفسهم منتخبين، ففي بقى في تناقض ما بين ناس المنتخبين يفتكروا عندهم إرادة قوة وناس بيجوا يحاولوا يملوا عليهم. ده كان ما في شك سبب ثاني خلاهم يشوفوا انه كيف نحن نسلم ارادتنا لانه خصوصا وانه في ذلك الوقت كان في تطلع لانه في مصر ذاتها تكون في ديمقراطيه، وكان بيقود التيار بتاع الديمقراطيه ده محمد نجيب. ومحمد نجيب كان برضه عنده صله خاصه بال السودان، والحزب الوطني الاتحادي ذاته
كان رئاسة السيد سيد الأسد، ده زاد الصناعة تتكون في الغالب تحت رعاية محمد نجيب. فلما محمد نجيب أبعد بقى في شعور بأنه ما ممكن مصر هذه الديمقراطية والناس اللي عندهم صلة خاصة بالحركة السياسية السودانية راحوا، ولذلك ده كان سبب مهم. السبب الثالث هو تشجيع الإمام عبد الرحمن، هو كان في ناس بيقولوا يعني ده كان منطق سياسي يعني نحن نصدق الأساليب نجيبها للاستقلال، ما نخلي هو يفعلها. ده كان الكلام، وكان ممكن يعني تظهر الناس لأنه كان في الوقت ذلك بدأ يحصل انقسام في الحزب بتاع سامي نفسه، والانقسام سببه الناس ما قادرين يفهموا حبيبي. سببه أنا من السيد علي كانوا لسه خدين راسه مع المصريين. وأسهلي بقى شايفه المعاني. والناس السيد علي كانوا عايزين يستمروا في الاتحاد، ما كانوا عايزين يغيروا، كانوا عايزين يستمروا في الاتحاد مع مصر. لكن أسهلي شاف الحكاية دي وبدأ في انقسام. في ناس كثير يفتكروا بس الإمام عبد الرحمن يعني تفضل. صحيح فيها تفضل لكن كمان فيها وعي، لأنه شاف أنه أحسن يدعم الاتجاه الاستقلالي داخل الوطن الاتحاد، لأنه يشجع أسهلي عشان يمشي في الاتحاد وبالاتجاه الاستقلالي. بالصورة دي خلى الحكمية يعني يمشوا مع الخط ده، مع أنهم كانوا ما عايزين الاستقلال لغاية آخر لحظة، ما عايزين الاستقلال، فمشوا مع الاستقلال. وكان ممكن صحيح الحكومة تحكي ويقول لا احنا نستمر لغاية ما نشوف الحزب ونشوف طريق نجيب الاستقلال يعني. بعدين كانت في مشكلة كبيرة جدا، السيد علي عشان يبقى في تأخير لقضية الاستقلال ما قال مع الاستقلال، هم قال يتم الاستفتاء. طبعا يتم الاستفتاء معناها تأخير المسألة. أسهل بقى مشى مع الخط بتاع الاستقلاليين وأنه الاستقلال يطلع من داخل البرلمان. فده يعني التعاون بين الأسهل وبين الاستقلاليين وبالتعاون بين الإمام عبد الرحمن من ميزته أنه خلى الإنسان في الاتحاد الوطني الاتحادي لذلك الوقت يبقى صالح حق الاستقلاليين، ولصالح أنه الاستقلاليين اللي ما في الاتحاد هو كان في تحت. فما في شك أبدا أن العربية خلت التبجيح يبقى للاستقلال هذه الطريقة. ما شكل حاجة نعترف بالنصار ونبقى الاستقلالية كلها حاجة نعترف بالهدف. النظام الإسلام بعد المحلية كان نظام عايز يغسل أدمغة السودانيين على أن المحلية خراب وتخريب ودمار، يعني حقيقة اتعملت عملية واسعة. نحن هسه كل الجهود اللي بنواجهها من كثير من المثقفين تعود للتربية. التربية دي ما مسألة وضعية، مسألة مخطط لها. زول يقرا كتاب وينجل كتب كتاب عن السودان، وبعدين كتب نسخة جديدة، طبعة جديدة. بيتر هولتر المقدمة التعميد التاريخية مع الخطوط المقدمة قال هذه الكتب كلها دعاية عليه. كتاب نعم شذوذ وابراهيم فوزي والسيف والنار وحب النهر وكل هذه دعاية عليه. إذا عملت الدعاية الحربية دي الهدف الأساسي بلط خصومة المهدية دي تلطيخ كامل، وما يبقى فيها أي بعيد لما يشوف ولا يسمع التوف ويقول الدنيا مهدية معناها تحريم بعد، يعني ده الفكرة. البيوت دي زي حسن كلام الجواب الدكتور ده حسن إبراهيم بتاع الكتاب عن الإمام عبد الرحمن كلهم بيقدموا نشأة زي دي، والنشأة دي كانت الفكرة فيها أنه أي واحد منهم. وطبعاً الحكاية تمت بطريقة واسعة جداً، شافوا الطرق الصوفية اللي قامت ضد المهدية والقبائل اللي قامت ضد المهدية وكل عمل منهم معسكر قوي جداً.
وكان يعني الحالة الإمام عبد الرحمن بيحكي كان بيقول مرات يجي معيش من دمان الخطوم وكانوا يمشوا الخطوم بالمعدية من المورد وبيعدوا فقال في ناس قاعدين في المورد هو يمر عليهم سنتين يقول لهم السلام عليكم من قبل كده الدعايه كانت بالشكل واي انسان يعني كان في دول مثلا يجيب لهم هديه ما يقدر يجيب لهم الا بالدس الا بالدس يعني اي هديه يعني عايز زور يجيبها اليوم كاسره ما يجيبها اليوم يعني ما يقدر يجيبها اليوم وكل حاجه بتخص المهديه حرام الضغط حرام اي شيء محرم بالقانون وكل المسائل المظاهر المهديه اللي كان العزب وكان غيره كلها هديه بالقانون فإذا الإمام عبد الرحمن نشأ في الدول الغالية وما عدا يعني ما كان أصابته مدود أمراض ولا اشتغل بطريقة انتخابية بالعكس اشتغل بطريقة فيها حلم شديد جدا وفعلا حقق الأهداف عن طريق زي ما قال ليه كرمش في الرسالة لم تلقها بريما وقد صبغ الاسى رجاءها وهو الجواب الله اكبر يعني الصوره دي شايف انه يعني احنا دلوقتي عندنا في التاريخ جواهر انا بعتقد انها كلها في جواهر ومع الزمن الجواهر بتقدر تبين للاخرين اللي كانوا مسحوا ادمغتهم فحصل دلوقتي قراءه جديده للمهدي وماشي قراءة جديدة دي وحصلت دلوقتي قراءة جديدة لتاريخ الإمام عبد الرحمن ونحن طبعا شفنا ده لما كان اتعمل ذكرى العيد المئوي لمولد الإمام عبد الرحمن جو ناس كثيرين جدا قالوا نفس الكلام ناس من أعداء أعداءه يعني من أعداء أعداء الإمام عبد الرحمن والحركة دي جو قالوا كلام لمنطقة فأنا بفكر إحنا مع الزمن بنقدر نتخلص من يعني من التلويث اللي حصل للذهنيه السودانيه ما حصل في تاريخنا وفعلا حصل التلويث شديد جدا من ضمن الاشياء المدهشة جدا من ثلاثة ايام انا يقول لي ناس يوم مع الامير علي يعقوب الحلو وقالوا هم ليه اولاد المتمه من اولاد الجعليين خشوا بيتهم دار الجعليين ديل وجو قالوا نحن يوم 26 يناير كل سنة بنعمل ذكرى لواقع أبو طليحي والواقع دي اللي يعني نحن دلوقتي صرنا أبناء الجعليين بنفتخر بها زمان نحن بنسب الناس اللي اتخذوا بها وبنسيبها وبنفتخر بها نحن بنفتخر كل التاريخ اللي حصل اللي فيه تلويث مسيرة في المهدي مع الجانبين وحصل نحن دلوقتي بنعطي إلى النظر فيه ونعتقد أن ده كله كلام دعايات غرض منها خلق فتنة في الكيان السوداني ونحن جايين ليكم عشان نقول لهم نحن عملنا فلك سنفعل الفلك بأن هم أبناء والجانبين دايما يفتروا بقوتهم تعليم حقابهم غير معرفي المطلح فنحن جايين نقول لكم الكلام ده هنعمل ثاني كل سنه هنعمل الكلام ده بيت عندنا جديد بيقولوا واحد من الاثار ولا غير الاثار بيقولوا انهم الناس كانوا في المعسكر الخامس نحن دلوقتي بنعمل على قراءه جديده لتاريخ السودان وحنعمم الكلام مش بس يعني في الحته على طول دي كلها مراجعات بفتكر انها مفيده جدا ومهمه جدا وضروريه جدا عشان الواقع يكون مغير حتى الكلام على هسه لما بدينا الكلام على الشرقيه انا اتذكر دعونا يوم شهر كده لاحتفال في الجامعه الاهليه وكان الكلام على الشرقيه وكان في واحد من العراق متخصص في هو في التاريخ الحياه الفكريه والاجتماعيه الشهيريه وكان يقدم كلام عن كبيره الشهيريه وكان الكلام كله مبني على انه حسب الدعايه دي انه غير
الجاهليه دي اصلا مع اعداء الانصار هم يعني انت فانا كنت اتكلمت صحيح في قبائل كثيره استحكمت ضد الانصار لكن مش كل القبائل بعض القبائل صحيح من الشرقيه ومن الشهريه ومن غيره الشاهد انا كنت قلت النظره دي للشهريه برضه غلط لا بد من اعاده القرايه التعليم ليه؟ اول حاجه في شهريه اقوي جدا في المهديه اقوي جدا زي الامير اللي عطل قصور يعني ما صحيح انه الشهريه كده صم كانت ضد المهدي في ناس كثيرين جدا منهم كانوا مع المهديه ثانيا المهدي ذاته عنده حبوبه شهريه وانا حكيت اليوم حكيت اليوم الامام المهدي ومنه كان حتى شهير للشلخته، الإمام المهدي مشلخ شعور خفيف كده شهرية، هي اللي شلخته، وطبعا الشهرية عندهم أي زهر إذا كان عندهم فيه لحمة بأي دم بيتمرد ولا بس بيعملوا الحكاية دي، لذلك فعلا المهدي كان عنده شعور خفيفة الشهرية دي، فالمهم الجماعة اللي كانوا في شهرية دي جدا انبسطوا جدا لأنه ما لقيتهم من حكايه انهم هم كلهم مدبوغين عندهم ميراث يعني. انا دايما بقول انه احنا محتاجين لاعاده قراءه التاريخ بالصوره الصحيحه وانا افتكر دلوقتي في اتجاه كبير جدا الناس عايزينها وده واجبنا برضه نضيف للخمسات دي الحاجات الخمسه دي المهمه الساسيه وانا بعتقد انه احنا دلوقتي عندنا صحيح انا عايز شغل اصلا لكن بعتقد التكوين بتاع الملازمية سواء الرجالي ولا النسائي ممكن ينشق في الحاجات زي دي باعتبار ان في اشياء ممكن مش بس لانها تعمل يعني توضيح المسائل دي وهسه الحبيب كتب دلوقتي الكتاب بتاعه عن الشهداء الكتب دي حابه الناس يمسكوها كتاب ويدرسوها ويعملوا فيها على النقاش عشان تتنسخ الرسائل عندكم وبعدين يعني ممكن جدا ان انتم زي ما عندكم جهاز الملازميه الرجال جهاز الملازميه النساء تعملوا كمان جهاز الملازميه البراعم باعتبارهم نزرع فيهم لانه ممكن جدا نزرع فيهم المفاهيم على كل حال يعني انا سعيد جدا ان اشترك معاكم في المناسبه دي وبعتقد انه احنا ننتهز الغدوات والمناسبات اللي قاعده دي كلها عشان نجعلها وسائل لتوضيح المعاني للصحوة المطلوبه. الورقه الاخيره في الورشه دي هي بسكالفيتام الورقه بتاعت الحبيب الامام ويتلتزم والوردة بعنوان العلاقة التبادلية بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني رؤية مستقبلية والوردة الوحيدة طبعا الموضوعة ووزعتها